يسعدني ونحن نفتتح الدورة العادية 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أرحب بكم جميعا ترحيبا حارا راجيا أن تتكلل أعمالنا بالنجاح وأن تسهم القرارات التي سنتوصل إليها بتعزيز منظومة عملنا العربي التنموي والاقتصادي. كما يسرني أن أتقدم باسمكم بالشكر والتقدير لأمين العام لجامعة الدول العربية على الجهود المحمودة التي ما فت يبذلها خدمة لترقية عملنا العربي المشترك، وإلى جميع العاملين بالأمانة العامة على عملهم المميز وأدائهم المهني ودعمهم المستمر لبلادنا طيلة رئاستنا للدورة السابقة 93 لمجلسنا الموقر. كما أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على كرم الضيافة وحسن الوفاد. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة، لقد عملت بلادنا طيلة تراسها للدورة 93 لمجلسكم الموقر من خلال توافر جهود الجميع وبفضل تجاربكم وعطاءاتكم الثرية على مواصلة تفعيل وتنفيذ قرارات الدورة السابقة، خاصة ما يتعلق منها بمتابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة بالرياض، والإعداد والتحضير للقمة الرابعة بتونس عام 2015، وكذلك الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة الدورة 26 في القاهرة في مارس آذار 2015. وفي هذا السياق فقد انعقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات العديد من اللجان في مجالات حيوية وذات أولوية لعملنا العربي المشترك، نذكر منها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي. كما تواصلت الجهود بشأن تفعيل المنتديات العربية الأجنبية، إعلان روما، منتدى التعاون العربي الصيني، منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمنتدى الاقتصادي العربي اليابان. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة، إن التعاون العربي الإفريقي يظل محطة هامة وأساسية لحاضر ومستقبل دولنا العربية لعدة أسباب، منها على سبيل المثال الحصر، الروابط التاريخية والمصالح الاقتصادية المشتركة. وفي هذا الصدد وطبقا للتوجيهات السامية لفخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن تفعيل ودعم التعاون العربي الإفريقي، قد حرصت موريتانيا خلال جميع القمم واللقاءات والاجتماعات التي قام بها الاتحاد الإفريقي وشارك فيها على إبراز أهمية التعاون العربي الإفريقي ودعم التنسيق على أعلى المستويات. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة، مهما كانت انشغالاتنا بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية لدولنا العربية، فإن قضية العرب المركزية كانت ولا تزال قضية فلسطين المحتلة. وفي هذا السياق فإن دولنا العربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقديم الدعم الاقتصادي الفلسطيني من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في صموده لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي القاشم حتى ينال حقوقه المغتصبة
وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وفي الختام يسعدني أن أرحب بمعالي السيد سعد الدين علي سالم بن طالب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية اليمن الشقيقة، ويدعو معاليه إلى تسلم رئاسة الدورة العادية 94 لمجلسنا الموقر راجيا له التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.